موجز الأنباء من زوم سات تي في بطنجة، مرحبا بكم. أفاد بلاغ لسلطات ميناء طنجة المتوسط أمس بأنه تم في إطار عملية مرحبا 2015 تسجيل عبور أزيد من 1,298,000 من أفراد الجالية عبر ميناء طنجة المتوسط ذهابا وإيابا. وحسب المصدر ذاته تم تسجيل ارتفاع عام بلغ 14% بالنسبة للمسافرين و10% بالنسبة للعربات. وأشار المصدر إلى أن حركة عودة المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط بلغت ذروتها يومي 26 و27 من شهر غشت الماضي، حيث تم تسجيل عبور 32,000 مسافر في اليوم الواحد، مؤكدا أن مدة انتظار العبور بميناء طنجة المتوسط لم تتجاوز الساعتين. قررت وزارة الداخلية إسقاط لائحتي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بكل من مقاطعتي بني مكادة ومغوغا، وذلك بسبب ترشيح الحزب لأشخاص من ذوي السوابق القضائية والشذوذ الجنسي. وجاء قرار التشطيب على اللائحتين بعد التأكد من تقديم الحزب في بني مكادة لمرشحين من ذوي السوابق القضائية والمطلوبين للعدالة، كما أن وكيل الحزب في مغوغا ليس مسجلا في اللوائح الانتخابية. الحزب محليا كان يتوقع إلغاء اللائحتين، حيث تجاهل الترويج لهما أو الحديث عنهما مقابل تركيز الاهتمام على لائحتي المدينة والسوانية. تخوض الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تخوض إضرابا وطنيا عن العمل غدا الخميس لمواجهة ما أسمته القضاء على عمومية القطاع والمنشآت. وكشفت الجامعة أن الهدف من الإضراب الوطني هو دق الناقوس قصد لفت الانتباه إليها لفتح الحوار حول ملفها المطلبية الوطنية وإشراكها في كل ما يتدبر في هذه المرحلة الانتقالية للمستخدمين وللقطاع في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع والتسويق. دوليا، قدم صندوق النقد الدولي تقييمه للنظام الضريبي في المغرب ومدى قدرة الإدارة الجبائية على تحصيل الضرائب من المواطنين، ليكشف أن المغرب من بين الدول الأفريقية الأكثر قدرة على تجميع المستحقات الضريبية من المواطنين، ما جعل مداخل مديرية الضرائب تمثل 22% من الناتج الداخلي الخام. وقال صندوق النقد الدولي إن المغرب يعتمد بشكل كبير على المداخل الضريبية في التنمية الاقتصادية، مضيفا أن نظامه الضريبي يعتبر ناجعا مقارنة بالدول الأفريقية الأخرى. نختم موجزنا الإخباري بالخبر الرياضي، حيث قال مدرب اتحاد طنجة عبد الحق بن شيخة في تصريح إعلامي لأحد المنابر الإعلامية أنه مستعد للانتقال إلى ملعب مرشان احتجاجا على منع شركة المسؤولة عن الملعب الكبير الفريق المحلي من التدريب على أرضيته. وقال إنه سيكون مضطرا للانتقال إلى ملعب مرشان لاستقبال ضيوفه إذا لم يتم إيجاد حل لإشكالية إجراء الحصص بالملعب الكبير لطنجة، مؤكدا أنه لا فرق بينه وبين الفرق التي تحل بطنجة لعدم استفادته من الحصص التدريبية، مما يجعل الفرص متساوية بين فريقه وبقية الفرق الوطنية. نهاية الموجز في أمان الله.